السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو في القناة ديالكم إخوان أخوات. هذه قنطرة محمد السادس اللي كتأدي لسلا، قنطرة جديدة اللي داروا في مدينة سلا. شوفوا هذه القنطرة كيفاش مصلحة. تحياتي للناس ديال سلا والناس ديال الرباط، كنحيي الناس ديال سلا والناس ديال الرباط. هذه هي القنطرة، قنطرة محمد السادس. اليوم الجو مشمس، الجو زوين، أجواء رائعة رائعة جدا، جو رائع. الناس اللي ما كيعرفوش هاد لودوروت، هادي هي لودوروت اللي يعني طريق السيار اللي دارو كيربط ما بين طريق السيار القديم ديال الرباط، يعني جاي من الصخيرات كيأدي ديريكت سلا الجديدة مباشرة، سلا الجديدة وكيأدي مدن فاس، مكناس، طنجة. هذه طريق سيارة في المستوى، كما كتشوفوا شوفوا الخضورية كيفاش دايرة، شوفوا الطبيعة كيفاش دايرة في المغرب. يا سلام يا سلام على الطبيعة. هنا كتشوفوا في البانو يعني سلا الجديدة و تكنوبوليس. تكنوبوليس واحد تجزئة ديال الشركات بحال الشكل ديال تكنوبارك اللي في الدار البيضاء. حنا وصلنا للبياج، بياج ديال سلا الجديدة. هنا كتخلصو 12 درهم، 12 درهم في هاد البياج ديال سلا الجديدة. غير الناس اللي يلاه غادي يجيو جداد غادي يقدروا يدوزوا من الطريق، يعني الناس ديال اللي جايه من الخارج، الناس اللي جايين من مدن اخرى وما عارفينش، كتخلصوا هنا. يعني كنتو جايين من اتجاه ديال الدار البيضاء كتخلصوا هنا في هاد الدخله ديال البياج 12 درهم. او الا عندك البطاقه ديال الجواز ما كتخلصش، يعني كتخلص البطاقه ديال الجواز بلا ما كدوز الكيشي تبقى شاد النوغه. وبالمناسبة البطاقة ديال الجواز يعني رائعة رائعة جدا، كل أي واحد يشريها دايره 50 درهم، و كتعبئها كتشارجيها كدير فيها يعني شحال ما بغيتي، 50 من ابتداء من 50 درهم وانت طالع الفوق، من 50 درهم تال 5000 6000 7000 درهم. تقدر دير فيها 100 درهم، تقدر دير فيها 500 250 1000 درهم، يعني على حسب المستطاع ديالك. إذن هنا نشوفوا هذا هو تكنوبوليس الإخوان، تكنوبوليس اللي شفتو قبيلة معايا في البانو. تكنوبوليس فيه شركات ديال الاتصال، شركات ديال بزاف بزاف كاع أنواع الشركات كاينين هنايا. أغلبية الناس ديال الرباط وصلا وصلا كيخدمو في هاد المنطقة هادي. صور لكم باش تعرفوا الاماكن اللي كاينه في سلا. الان حنا قريب نوصلوا للخرجه ديال المطار. هذه على اليمين الدخله ديال فاس، فاس وجده وقنيطره طنجه. كنمشيو لهشام، كنمشيو لهشام، كندورو على اليمين لا على اليسار. ومطار الرباط سلا على اليمين كما كتشوفوا. هذا هو البانو ديالو. لان حنا غادي نديرو السينيال على اليمين.
مطار الرباط سلا الرباط ايغوبور غابا سالي غابا. شوف الشجر كيفاش داير، شوف الشجر الخضرية تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. المغرب المغرب ديالنا هي الصراحة رأس لا سلا مدينة نقية، مدينة نقية الرباط سلا والرباط أيضا الرباط حتى هي. إذا الإخوان هذه هي الطريق ديال اللي كدير المطار سلا الجديدة، الدرك الملكي، الدرك الملكي ما عارف شكون اللي دايز الدرك الملكي. غادي بسيارات سيارات غادي للقصر. شوفوا شو واحد السياره كي داير، شو طوموبيلات كي دايرين، شو الطوموبيلات ديال القصر كي دايرين. يا سلام بي ام، يا سلام السيارات. مرحبا بكم في المغرب، مرحبا بالجميع في المغرب، الناس اللي باقي ما زاروش المغرب من هذا المنبر كنقول لكم زوروا المغرب وشوفوا المغرب كيفاش داير، شوفوا الطبيعة الأشجار اللي كاينة في المغرب ديالنا. حنا دابا وصلنا للدورة ديال المطار سلا الجديدة، هادي هي الدورة ديال المطار، هذا اللي على اليمين ديالي القصر الملكي بسلا الجديدة، وهنا غادي ندورو للمطار. نوفو تيرمينال دو لايغوبور دو غابا سالي، هذه الدخله ديال المطار اخوان اخوات اللي ما كيعرفش المطار ديال سلا الجديده، هذه هي الدخله ديالو. كتلقى الورود على اليمين وعلى اليسار والربيع تبارك الله، مطار نقي نظيف نظيف ما كاينش حس الازبال. والناس تحيات الناس ديال الاعمال اللي كيسهروا على النظافه ديال المطار. يعني هذا هو المطار كما كتشوفوا، مطار الرباط سلا.